كلية خدمة اجتماعية ممكن تتكلم عنها، كل الناس بتقول انها وحشة قوي بتتريقوا. عملنا يا منال فيديو بخصوص خدمة اجتماعية وضحنا فيها هذه المواضيع، الناس تقول اللي تقوله، ارموا ورا ظهركم يا جماعة، ما تسمعوش كل الكلام ده، كلام فارغ، الناس بتتكلم وخلاص. انت حابة المجال كملي فيه وربنا يكرمك بإذن الله. مجالات عملها كتيرة جدا في المدارس، المؤسسات التنموية، المؤسسات الدولية، مؤسسات كتيرة. يعني حاول انك بس تفكري في الجانب الإيجابي وليس الجانب السلبي. هي من الكليات الكويسة جدا كمان للسيدات، لو انت سيدة ممكن تشتغلي فيها في أماكن كمان في المحافظات في الأرياف، ممكن تشتغلي كمان في المدارس الحضانات، حاجات كتيرة ممكن تشتغليها فيها. فحاولي انك تركزي على انك حابة ايه ومش حابة ايه. لو حباها كملي، لو مش حباها ان شاء الله بعد التخرج خلصت الشهاده اعملي كارير شيفت وخدمه اجتماعيه من الكليات اللي بتشتغل فيها اكتر من حاجه، سكرتيره واتش ار وتسويق، بيشتغلوا ما شاء الله في كل حاجه، ولكن ساعتها حاولي انك تاخدي الشهاده ان شاء الله تعادلي بيها الشهاده الاصليه بتاعتك.